اي سي سي بالعربي. اهلا وسهلا بكم، معاكم احمد زياد اي سي سي ترينر. اهلا وسهلا بكم في يونت 6 من سي بي تي بالعربي ماسكولوسكيلتال ديفيجن. عشان المواضيع اللي هندرسها النهارده في اليونت هنعرف البينيفيتس اوف جود بوستر. من الاخر احنا النهارده بنتكلم عن الانحرافات العضليه العظميه. للاسف بعض العادات اليوميه الخاطئه زي ان انت تفضل ماسك الموبايل وموطي بالشكل دوت، او ان انت شايل شنطه تقيله على كتف واحد، او الجلوس بطريقه غلط على المذاكره، ادى معانا الى بعض الانحرافات القواميه. الانحرافات القواميه هي تغير في شكل الجسم، وده بيكون نتيجه عده اسباب هنشوفها مع بعض خلال اليونت. طيب وازاي نعمل البوستر سيلف تشيك؟ ازاي نقدر نعمله بنفسنا ونعرف ان ايه الانحرافات اللي عندنا؟ على اساس لما بيجي لك كلاينت اول مره ما ينفعش اول ما تاخده كده تقوم ملعبه على طول على مجموعه من التمارين معينه. افرض هو عنده ديفيجن معينه زي لورديس، وبالتالي لما تلعبه على طول فانت بتزود معاه المشكله. ناخد ان دور الكلام ده كله في الاداء الرياضي، وهناخد حاجه اسمها التونس، ودي التون بتاع العضله اللي هي الانقباضات في الراحه السلبيه، بمعنى صح الجزئيه اللي في العضله، والسباين العمود الفقري والعضلات بتاعته والفقرات، وهناخد الفيت في الرجلين والبلفيس، ودورهم الثلاثه مع البوستر والانحرافات العظميه العضليه. تعالوا مع بعض نبدا يونت 6 وماسكولو سكيلتال ديفيجن. البوستر باختصار هو عباره عن ايه؟ عبارة عن الوضع بتاع شكل جسمنا، وهو ماشي بيبقى شكله عامل ازاي، وهو قاعد شكله عامل ازاي، وهو نايم شكله بيبقى عامل ازاي، وهو بيتحرك شكله بيبقى عامل ازاي. بمعنى اصح كل ما في تحسن في البوستر بتاعك او الوضع بتاعه نورمال، كل اما الاداء الميكانيزم زي ما درسنا البايوميكانيك والنيسولوجي في اليونتات اللي فاتت هيكون في طريقة كويسة. لكن المشكله دايما ان كل الناس اللي بيبقى عندها انحرافات عضليه عظميه ما بيبقاش فاهمه او مدركه ان هي عندها الانحراف ده. لكن مع البوسترال تشيك اللي احنا هنتعلمه دلوقتي هيبين لنا ازاي نقدر نعرف ايه الانحراف ونحدده وازاي نقدر نعالجه. عشان تعمل الفحص بطريقة صحيحة بتوقف العميل بتاعك على الحيطة بالشكل ده، ويستحسن ان ما يكونش فيها سفل خارج عن الحيطة، يعني كلها في خط واحد، وبيقف الكلايم بتاعك اهم حاجة بيبقى من اول كعبه لاخر راسه في متقابل الحيطة بالظبط كده، وتاتش معاها. اذا ما قدرش ان هو يعمل كده هتبتدي تظهر بعض الانحرافات، بس دي الخطوة الاولى ان انت تقف وانت كل حاجة اللي على قد ما تقدر ثابتة على الحيطة اللي انت واقف عليها. زي ما هو واضح قدامنا عن الصورة، الوضع اللي هو المفروض الايديل اخر سواد على الشمال بالشكل دوت، كعبه ملامس للحيطة، السمانة بتاعته ملامسة للحيطة، الهيب مش لامس للحيطة، الباك الابر باك ملامس للحيطة، والهيد بالظبط كده ملامسة للحيطة. يكون في مسافة شوية في اللور باك، بس ما تعديش قبضة ايدك. لو قبضة ايدك بتعدي، لو كنت مثلا كاترينر بتختبره، يبقى كده في لورديسس. الوضع اللي في النص زي ما احنا شايفين عندي في فورورد هيد، الهيد مش ملامسة للحيطة، الظهر ملامس، الهيد مش ملامس كده، عندي لورديسس، وعندي السمانة هنا برضو مش ملامسة، عندي هنا برضو هيب والكعب. اخر وضع على الناحيه اليمين نفس الكلام، كل ملامس ما عدا الهيد، يمكن في سوس يا اما فورورد هيد، هنشوف ازاي الفرق ما بينهم. وعندي جالس عموما مش ملامس برضو في الصوره الاولانيه. عندي هنا ثلاث انواع من الديفيجن هندرسهم مع بعض في اليونت ده. الليرديسس هو a spinal disorder in which the spine curves significantly inward at the lower back، وساعتها برضه بيبقى اسمها sway back، يعني بمعنى صح العمود الفقري بيبقى داخل لجوه بالشكل اللي احنا شايفينه على الشاشه دوت، وده الوضع اسمه الليرديسس. والسؤال ده دايما بيجي في الامتحان برضه يا جماعه عشان نبقى عارفين. الانحراف التاني معانا اسمه